الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا وتجاراتنا وسائر معاملاتنا في معهدنا سيما في هذا الأمر بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم يا معتق الرقاب اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.